وبنصبح على حضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة نهاراً على كافة الأنحاء، وبالليل الجو هيكون مائل للحرارة على أغلب الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية. كمان في نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح أهلا بحضرتك. يعني يمكن النهاردة ذروة ارتفاع درجة الحرارة في القاهرة 41 درجة، رياح محملة بالأتربة والرمال. حضرتك كنت نوهتي امبارح معنا على الهواء في صباح الخير يا مصر إن النهاردة هتكون ذروة الموجة الحارة اللي هتبدأ تتكسر من بكرة إن شاء الله. أخبار الجو إيه بقى؟ بالفعل يمكن اليوم هيكون في استمرار لارتفاع قيم درجات الحرارة اللي بدأناه من أمس بشكل ملحوظ في معظم محافظات الجمهورية بسبب تأثر البلاد بالكتل الهوائية الصحراوية، وتحديدا اليوم هتكون كتل هوائية جنوبية بشكل كبير فهتؤدي للارتفاعات الكبيرة في قيم درجات الحرارة. كمان في مرتفع جوي في طبقات الجو العليا بيأثر علينا، فده بيزود فترات سطوع أشعة الشمس ويزود إحساسنا كمان بارتفاع قيم درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى. اليوم متوقع أن هي تسجل 41 درجة مئوية، ويمكن دي تعتبر ذروة الارتفاعات وذروة ارتفاع قيم درجات الحرارة حتى الآن في فصل الربيع، لأن 41 درجة مئوية دي أعلى درجة حرارة بنسجلها من بداية الربيع أو حتى كمان من بداية السنة. أجواء فترة اليوم هتكون أجواء شديدة الحرارة في معظم محافظات الجمهورية، ده هيكون خلال فترة النهار وتحديدا في فترة الظهيرة مع شدة الإشعاع الشمسي. كمان فترات الليل مع غياب أشعة الشمس بيكون في انخفاض في قيم درجات الحرارة، لكن تحديدا الليلة دي هنحس إن قيم درجات الحرارة فترة الليل مرتفعة، الصغرى فترة الليل على القاهرة الكبرى ما بين 28 و29 درجة مئوية، فبالتالي فترة الليل كمان هنحس بيه الأجواء المائلة للحرارة في معظم محافظات الجمهورية، فيما عدا بعض المناطق من السواحل الشمالية أجواءها هتكون أجواء نقدر نقول عليها معتدلة خلال فترة الليل. كمان طبعا اليوم هيكون في نشاط للرياح، سرعات الرياح هتكون ما بين 30-35 كيلو متر على الساعة خاصة في المناطق الشمالية. نشاط الرياح ده هيكون مثير للرمال والأتربة ويؤدي لانخفاض رؤية أفقية في غرب البلاد، وأيضا ممكن يكون في بعض الأتربة والرمال المثارة في الأماكن المكشوفة في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وأيضا محافظات شمال الصعيد. عشان بكره الخميس ان شاء الله يستمر معانا ارتفاع قيم درجات الحراره، لكن في انكسار لحده الموجه لان النهارده الذروه، بكره قيم درجات الحراره تنخفض عن اليوم بمعدل من 5-6 درجات، تكون العظمى غدا ان شاء الله ما بين 35-36 على القاهره الكبرى. هيستمر احساسنا بالاجواء شديده الحراره لكن اقل حده من النهارده بالظبط، لكن برضه هيستمر معانا بكره نشاط الرياح اللي هيكون مثير لبعض الرمال والاتربه. التحسن الكبير في الاحوال الجويه هيكون من يوم الجمعه ان شاء الله، يوم الجمعه هيكون في منخفض جوي في طبقات الجو العليا هياثر علينا، قيم درجات الحراره تتراجع بشكل كبير لاوائل الثلاثينات، هيكون كمان في نشاط للرياح في معظم المحافظات، وهيكون كمان في سقوط امطار في بعض المناطق الجنوبيه وامطار رعديه ممكن تكون ما بين خفيفه المتوسطه على مناطق من سلاسل جبال البحر الاحمر جنوب سيناء، ده يوم الجمعه ان شاء الله. بس مهم بذروه الارتفاعات النهارده ناخد بالنا بشكل كبير، واهمها التعرض المباشر لاشعه الشمس، لان التعرض المباشر لاشعه الشمس هيخلينا نحس بقيم درجات حراره اعلى كمان من 41 درجه الشمس المباشر خلال فتره الظهيره. نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل واهمهم طبعا الميه، مرضى الكسله الصدريه والضيوف الانفيه مستمرين طبعا، واحنا خارجين لازم نرتدي الكمامات، القياده تكون بهدوء تام على اغلب الطرق اثناء انخفاض الرؤيه الافقيه مع الاتربه والرمال المثاره. وطبعا انا كنت عايزه اسال حضرتك على الحته دي يا دكتوره منار علشان برضو نبقى عارفين، هل الرياح والمحمله بالرمال والاتربه دي هتاثر على الرؤيه، وهل ده هيكون يعني فتره معينه من اليوم ولا على مدار اليوم؟ هي طبعا هتاثر على الرؤيه الافقيه خاصه في المنطقه الغربيه، الصحراء الغربيه ومناطق من غرب البلاد هتاثر بشكل كبير على الرؤيه، لكن مش المحافظات الداخليه. المحافظات الداخلية هيكون فيها أتربة ورمال مثارة وممكن تؤدي لانخفاضات خفيفة في الرؤية الأفقية أيضا، لأن احنا النهارده ذروة الارتفاعات فممكن نلاقي بعض الأتربة تأثر على الرؤية الأفقية على الطريق، لكن مش بشكل إن هو ممكن يعطل الطريق. ناخد بالنا بس بقدر الإمكان لو في انخفاض رؤية أفقية على الطرق تكون القيادة بهدوء تام وحذر شديد.
طيب بالنسبة لأي ظواهر يعني جوية أخرى، هل مثلا هيبقى في شبورة، هيبقى في يعني أي ظواهر جوية أخرى؟ لا، فرص تكون الشبورة المائية خلال الأيام اللي جاية على الأقل 72 ساعة القادمة، مفيش أي فرص لتكون الشبورة المائية. كمان نسب الرطوبة منخفضة بشكل كبير، لأن انخفاض نسب الرطوبة ده من أهم مظاهر فصل الربيع، انخفاض نسب الرطوبة مع الكتل الهواء الصحراوية، ده طبعا من رحمة ربنا بينا عشان ما يزودش إحساسنا بارتفاع قيم درجات الحرارة. صحيح. وفقط التعرض المباشر لأشعة الشمس هو اللي يخلينا نحس بقيم درجات الحرارة المرتفعة بشكل كبير. وهو النهاردة كمان الأتربة والرمال المصارة اللي مكملة معانا بكرة الخميس، كمان بكرة الخميس هيكون في فرص لسقوط الأمطار خفيفة على بعض الأماكن من السواحل الشمالية الغربية للبلاد. خبر عظيم، لأن الكتل الهوائية الشمالية هتبدأ تأثر من بكرة على بعض المناطق الغربية، ومع يوم الجمعة تأثر بقى على باقي مناطق الجمهورية. واعتقد ده هيلطف الجو شويه، مظبوط؟ يعني فرص سقوط الامطار طبعا تاثرنا بالكتل الهوائيه الشماليه هيلطف الجو بشكل كبير، خاصه كمان ان هيكون الكتل الهوائيه الشماليه دي يعني قادمه من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط، فهنبدا نحس بانخفاض قيم درجات الحراره. كمان البروده فترات الليل هترجع تاني من ليله يوم الجمعه والسبت، فنخلي بالنا كمان من نوعيه الملابس فتره الليل، بس ده مع نهايات الاسبوع بداية إن شاء الأسبوع الله. اللي جاي إن شاء الله. إن شاء الله. نشكر حضرتك دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. تعالوا بقى مع بعض دلوقتي كده نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. في القاهرة درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 29، وفي العاصمة الإدارية 41-28، الأسكندرية 37-24، والعلمين الجديدة 36-23، مطروح 23-18، دمياط 31-22، بورسعيد 31-21، الإسماعيلية 40-27، السويس 41-27، والعريش 39-18، كاترين 30-18، وطابة 35-25، حلايب 33-25، وشلاتين 36-24، شرم الشيخ 37-27، الغردقة 36-26، الفيوم 41-29، وبني سويف 42-24، الوادي الجديد 40-25، أسيوط 43، الصغرى 29، سوهاج 43-28، إنا 43-28 أيضا، الأقصر 42-29، وأسوان 42-30. زي ما حضراتكم شايفين درجات حرارة مرتفعة، فياريت نخلي بالنا وناخد بالنا كمان من نصائح هيئة الأرصاد الجوية. دلوقتي عودة مرة تانية لمصطفى وبسنت ومتابعة فقرة صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا هلا. شكرا. شكرا.